اللودينج، حددنا الجيومتري اللي هو البيم، حددنا السبورت، حددنا السكشن بروبرتيز. ما زلنا في القائمة كوماندز، من هذا الأمر حددنا السكشن ماتيريال بروبرتيز، من هذا الأمر حددنا السبورت، ومن هذا الأمر حددنا اللودينج. الآن الخطوة اللي بعدها، شوفوا عبارة عن تسلسل ستيبس ستيبس. شوف بديت بالمنبع بروبرتي، ثم سبورت سبيسيفيكيشن، ثم لودينج، ثم الآن هناك أمر مهم جدا دائما في أي بروبلم تريد تحللها باستخدام برنامج ستاد برو، يجب أن تنتقل إلى هذه الخطوة الأناليسيس، بيرفورم أناليسيس، اجري عملية التحليل الإنشائي. كأنما أنت بعد ما تكمل الجيومتري واللودينج والسكشن بروبرتيز، تريد تقول للبرنامج أنه نفذ خطوات التحليل. فهذا كأنما أمر نعطيه للبرنامج أنه نفذ خطوات التحليل. يجب أنه نضغط على هذا الأمر perform analysis. perform analysis لأي problem بالستاد برو، يجب أن تضغط على هذا الأمر perform analysis. perform analysis. أوكي، طبعا هناك كثير من الأناليسز احنا سنشرحها مستقبلا ان شاء الله. بي دلتا اناليسز، النون لينير اناليسز، بيرفورم دايركت اناليسز، بيرفورم باكلينج اناليسز الى اخره. احنا الستاندر مالتنا بيرفورم اناليسز. طبعا البي دلتا اناليسز هذا بعض الاحيان عندنا تحليل ياخذ بنظر الاعتبار الديفورميشن او الديسبليسمنت اللي يصير عندنا بالنود، بحيث يحولها الى فورسز، بالتالي يسوي تحليل انشائي جديد. يعني هنا أنا مثلا اذا عندي نود معين وصار بيها ديفكتد شيب معين، ديسبليسمنت عاليه، نقدر ناخذ هاي الديسبليسمنت ونحللها بالبي دلتا اناليسيس. فاحنا نقول بيرفورم اناليسيس ستاندر مالتنا. طبعا برنت نو برنت، هاي برنت بالاوتبوت مالتنا احنا نو برنت. اوكي، انت تريد تقول له اول تطبع لك بالاوتبوت كل هذه الداتا، او نو برنت ما نريد نطبع هذه الداتا. عندنا شنو الداتا اللي يطبعها؟ مثلا اللود داتا، statistic check، statistics load، statics load العفو، statics check، والمود shapes والباث يعني كلهم او كلهم. احنا نقول له نوبرنت، هاي عمليه الطباعه يعني للاوتبوت. اوكي، هناك هاي بعد انتهينا من البرنامج نقدر الان نسوي ران ونستحصل على النتائج. لكن قبل كل شيء عندنا خطوة مهمة لازم نشيكها بالتولز، انه تشيك مالتيبل ستراكشر. هاي مهمة جدا ان نلغيها بعد ما نكمل كل الموديل. بعد ما كملنا الموديل ضفنا اللودينج والسكن بروبرتيز والجيومتري والبيرفورم اناليسيس، تشيك مالتيبل ستراكشر. بعض الاحيان قد يكون عندي اكثر من ستراكشر، شوف من دكتور شوف ستراكشر واحد فقط، قد يكون اكثر من، اذا صار عندك اكثر من ستراكشر من سوي ران حيطلع لك ايرور. يعني اذا كتب لك ناس ستراكشر 1 ستراكشر 2 ستراكشر 3 مثلا، بعد هاي مفصوله الستراكشر، فمعناتها يطلع لنا ايرور من سوي ران. بعد بتشيك شنو عندنا بالتولز، تشيك دوبليكيت نودز. اذا عندي نود فوق نود ما انت ما تشوف هنا، يعني نود فوق نود اخرى او منبر فوق منبر، بس نود دوبليكيت منبر، هذا تشيك مهم جدا. تشيك دوبليكيت نود، تشيك دوبليكيت منبر، تشيك دوبليكيت بليتس. Orphan nodes highlight or remove. The orphan nodes يعني بعض الأحيان عندي نود orphan معناتها يتيم، هنا مو يقصد بها يتيم، هنا ما يقصد بها orphan، النود الوحيدة الغير مرتبطة بمنبر، هاي يسموها orphan nodes. تريد تشير إلها بلون أحمر أو تسوي لها remove. طبعا هذه المفروض النود مو موجودة، فإذا نقول لها remove بس كان نو orphan nodes ما عندي. أوكي، ما عندنا هذه orphan nodes. فهذا تشيك مهم جدا، تشيك مالتيبل ستراكشر، تشيك دوبليكيت نود ممبر بليتس، تشيك اورفان نودز الى اخره. هذا تشيك جدا مهم لازم ان نجريه قبل نسويه. الان نجري عمليه التحليل اناليسيس ران اناليسيس. شوف انتهينا من القائمه كوماندز، احنا على لودنج كملناها، والاناليسيس يعني بيرفورم اناليسيس، بعدين نروح على القائمه ديزاين، هاي بعدين نذكرها. تريد نسوي ديزاين، نقدر نسوي ديزاين اند ديزاين كونكريت ديزاين، نقدر نسوي ديزاين بعدين نسوي بيرفورم اناليسيس. خلينا نسوي ديزاين، نسوي ديزاين طبعا كونكريت ديزاين. الكود اي سي اي كود، اي سي اي نختار الكود هنا. اوكي، ونقول له كوماند ديزاين بيم اد كلوز. هذا الديزاين بيم نسوي له اساين تو سيلكتد
assign to selected, assign, yes. سوينا له concrete design. بس يعطي نتائج reinforcement يعطيك shear reinforcement ولا متينار reinforcement. كملنا هذا الديزاين. الآن نقول له analysis run, analysis yes. شوف هذا التايم كونسبشن اللي صار عندنا هنا أنا. يعني الزمن بدينا ب 10:55 وانتهينا ب 10:25 ثانيه. فما بين يعني ثانيه واحده كمل الران. شوف ثانيه واحده كمل بها الران. فهنا ما يبين عندنا تاثير الران لانه الجيومتري يعني مو البروبلم مو معقده. بيم واحد بيحوي على تون الاصفر. اوكي فهنا تريد تروح للاوتبوت فايل حتى تشوف نتائج الديزاين او تريد تروح البوست بروسيسنج. البوست بروسيسنج اللي هو هذا اللي هو عباره عن معاينه الاوتبوت بالشاشه. يعني مو عباره عن فيو اوتبوت فايل تشوفه اوتبوت فايل تشوفه هنا أنا. يعني نتائج عباره عن ملف اوتبوت لا نشوفه على الشاشه الاوتبوت. هذه بوست بروسيسنج. اوكي هذه بوست بروسيسنج. طبعا هنا بوست بروسيسنج مثلا شو تريد تشوف؟ مثلا تريد تشوف البيندنج مومنت دايجرام. اوكي تقدر دبل كليك على المنبر غير كرسر الى كرسر منبر دبل كليك عليه. اذا اريد البيندنج والشير دايجرام شوف انتبه للبيندنج مومنت كم مقداره. وهنا ايش عندنا هنا؟ يعطيك البيندنج مومنت لكل نقطه. شفنا هنا البيندنج مومنت ابوت زيت اكسس. شفنا لازم تختار البيندنج حول الواي. حول الواي زيرو ما عندي بيندنج مومنت حول الواي. شير باتجاه الواي هذا الشير فورس شوف 25 مثل ما رسمنا يكون هذا الشير فورس دايجرام لو دبليو ال اوفر 2 دبليو 10 في ال 5 50 على 2 25 هاي الشير فورس. هذا قيمه الشير فورس 25 كيلو نيوتن. شلون حسبنا 25؟ يعني مقدار الرياكشن هنا دبليو ال اوفر 2 دبليو ال اوفر 2 دبليو 10 في ال 5 50 على 2 25 هذا هو الشير. هذا الشير فورس ماكسيمم شير فورس شوفه نفسها طلعنا 25 والشير فورس بالميد سبان 0 واحنا عندنا ناقص 25. اما تريد البيندنج مومنت شوف قيمته 0 بالروله و0 بالهنج عندك 31 وربع. انتبه لملاحظه جدا مهمه هي الساين كونفنشن. الساين كونفنشن بالستاد برو. شوف بالستاد برو الساين كونفنشن عكس ما احنا متعلمين عليه. يعني هنا اشوف البيندنج مومنت دايجرام هذا بوزيتيف بيندنج مومنت دايجرام كم مقدار 31 ربع. الساين برو ياخذه بالعكس. الساين برو الساين كونفنشن مالته بالعكس. يعني لما يكتب لك ناقص 31 ربع هذا انت بحساباتك هذا موجب 31 ربع. يعني هو الساين كونفنشن بالساين برو عكس ما متعلمينه احنا بالستراكشر. هاي مهمه جدا انتبه لها رجاء. الساين كونفنشن بالساين برو تختلف عن الساين كونفنشن متعلمين. من يطلع لي يكتب لك سالب هذا مقصود بيه ترى هو بوزيتيف بيندنج مومنت. يعني التنشن وين يصير عندنا التنشن؟ التنشن يصير عندنا بالاسفل. اوكي والكومبرشن بالاعلى. شوف هنا اذا ايش يعطيك؟ يعطيك البيندنج مومنت على ديستنس معينه يعني على مسافه 41 سنتيم على مسافه 83 سنتيم على مسافه متر وربع يعطيك الشير فورس ويعطيك البيندنج مومنت. ماكسيمم بيندنج مومنت 31 ربع نفس النتيجه اللي استحصلناها بال دبليو ال تربيع على 8. شوف هاي النتائج. هاي الدقة بالنسبة للستاد برو والإمكانيات الموجودة بالستاد برو. طبعا يعطينا بعد إمكانيات أخرى يعني نقدر الآن شير باتجاه زد زيرو ما عندنا شير بالزد عندنا شير بالواي وعندنا بيندنج بالزد فقط. طبعا أنا حسب يا لود كيس احنا ما عندنا فقط لود كيس واحد بس عندنا لايف لود عربناه لا تذكرون سابقا. أوكي